عليكم، انا وريتكم شوف ذوقكم كيف، واش بحال ذوقي ولا عجبكم، غادي تكتبوا لي تقولوا لي ما عجبكمش تقولوا لي، انا كنبغي الصراحه. الله يخلف عليكم، راه كبيره قد مواتكم ولا قد جداتكم ولا قد ما كان، ما عنديش اللي يدعمني وما كيدعمني حتى واحد من غيركم نتوما، والله هذا هو. ودابا كان كيف نتوما؟ نتمنى من الله تكونوا على خير وبخير، بصحة وسلامة وطول العمر والرزق والتيسير، ويدخل عليكم إن شاء الله العواشر بالصحة والراحة وطول العمر والرزق، ويخلي لكم وليداتكم ووالديكم. نتمنى من الله تكونوا كلكم على خير، ويدخل عليكم هذا رجب وشعبان بالتيسير كله. نتوما يا وليداتي كيف كنت وعدتكم؟ قلت لكم غادي يجي الصالون الآخر نصبروا لكم. دابا وجاني الصالون الاخر، انا غنصورو لكم وتشوفوا كيف جا، تعطوني رايكم كي داير. نتمنى من الله يعجبكم، انا هذا هو ذوقي وما عرفت نتوما اللي غادي تحكموا. خليكم على خير وطول عمركم، ويخلي لكم وليداتكم، يعطيكم ما تمنيتي. راني كنتعطل عليكم غير مع كنكون عيانه وداك الشيء كنعيط، يا ربي ما تنساونيش ما تنساونيش، ديما فكروني. الله يخلي لكم وليداتكم ويخليكم على خير. هذا هو اللي وعدتكم به على الصالون الصغير اللي عاد جا، يلاه تعطلنا به، يلاه عجانا، يلاه درناه. وكنت ان شاء الله نوعدكم نوريه لكم، انا وريت لكم شوف ذوقكم كيف، واش بحال ذوقي ولا انا غير عزلت هذا الشكل. الله يخلي لكم وليداتكم يعطيكم صحيحتكم. وكانت وحده كتبت لي في لي كومونتير، الصالون ما كيكونش فيه التلفزيون، حقا عندك الحق، الصالون ما كيكونش فيه التلفزيون لان الصالون غير الجلسه. حنا كان باقي ما جاش عندنا هذا الصالون، هذا خليناه في بلاصتو العاديه. دابا ان شاء الله الرحمن الرحيم يلاه جانا هذا الصالون، جاتنا الطبله ديال التلفزيون، عاد درناه في هذه الجهه. ونتمنى من الله يعجبكم ونال رضاكم، ولا عجبكم غادي تكتبوا لي تقولوا لي ما عجبكمش تقولوا لي، انا كنبغي الصراحه. الله يخلف عليكم، الله يكثر خيركم، وديروا لي ابوني، انا راني غير مرا كبيره قد مواتكم ولا قد جداتكم ولا قد ما كان، ما عنديش اللي يدعمني وما كيدعمني حتى واحد من غيركم نتوما، والله هذا هو. ودابا كنطلب من الله دعموني باش نبقى نهدى معكم، كنشوف شت دعم كاين كنهدى. Oh,
كنطلبوا من الله تكونوا على خير وبخير تبوا وليداتكم ووالديكم وما تنساونيش انا كنبقى لكم انا غير مره كبيره ما عنديش اللي يدعمني ولا كيدعمني حتى شي واحد وكل واحد وذوقه الله يسهل عليكم الله يعطيكم ما تمنيتي وانا ان شاء الله غادي ندير لكم انا وعدتكم غادي ندير داكشي ديال رمضان وغنوريه لكم كله غندير شباكيه والبريوات والقنانوط وغندير سيطلات الحوت كلشي غنوريه لكم ان شاء الله رمضان الرحيم الله يخلينا ويخليكم على خير ويخليكم لوليداتكم ويعطيكم ما تمنيتي واللي عندها شي حاجه الله يوفيها لها اللي باغيه تزوج الله يسهل عليها واللي باغا تخدم الله يسهل عليها واللي مريض الله يشافيه الله يطول عمركم عمر والديكم ويخليكم على خير ومع السلامه حبايبي وليداتي الله يخلف عليكم شكرا ما تنساونيش.